بقلب يحدوه الأمل وشغف من نتائج قمة الناتو، قمة اجتمع قادتها لمناقشة الأزمة الأوكرانية. زيلينسكي يترقب والناتو يقرر ويضع شروطه، وزيلينسكي غاضب من قرار الناتو، وستلتنبرغ يقدم مقترحاته لانضمام أوكرانيا. وزيلينسكي يتساءل، ما المقابل إذن؟ فلا عضوية الناتو حصلنا ولا دعم عسكري وصل إلينا، ليرد عليه ماكرون بصواريخ بعيدة المدى. وبايدن، اهدأ يا رجل، فالذخائر العنقودية في طريقها إليك. وشويغو يرد، وبايدن يتفاوض مع بوتين، فما الهدف يا ترى؟ الناتو يقول كلمته وزيلينسكي غاضب، وبايدن يتودد لبوتين. بدأت قمة الناتو، القمة التي لطالما انتظرها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قمة جمعت كثيرا من الأمال والطموحات له، ولكن أماله تبدلت إلى آلام ومخاوف. مخاوف من وقوف أوكرانيا وحيدة أمام الدب الروسي، حيث اجتمعت القمة في فيلنيوس بليتوانيا، وطالب بعض أعضاء الحلف الموافقة على عضوية أوكرانيا، بينما طالب البعض الآخر الحفاظ على ما تبقى من علاقات بين الناتو وروسيا. وقال المشاركون في قمة الناتو في فيلنيوس إن مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط. وجاء في بيان الناتو أن الحلف يدرك أن طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية. ولم يكتف ستولتنبرغ بهذا، بل قدم المزيد، حيث قال في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها. اقترح يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو على الدول الأعضاء إعفاء أوكرانيا من إجراءات خطة عمل نيل العضوية لتسريع انضمامها للحلف مستقبلاً. ووفقاً لمراقبين، فإن الغرب يبحث خيارين لمزيد من الدعم لكييف. الأول يشمل ضمانات أمنية على غرار الضمانات الأمنية الأمريكية لإسرائيل، ويعني استمرار المساعدة العسكرية لكييف دون ضمها إلى الناتو. أما الخيار الثاني فيشمل انضمام أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي في احتمال مستبعد، نظراً لأن عدداً كبيراً من أعضاء الناتو يعارضون هذه الخطوة. وبطبيعة الحال لم توافق قرارات قمتها والرئيس الأوكراني زيلينسكي، والذي طالب بوضع جدول زمني لانضمام بلاده للناتو. وانتقد الرئيس الأوكراني تردد الناتو وضعفه في قبول انضمام بلاده للعضوية. وقال زيلينسكي، تردد حلف شمال الأطلسي حيال أوكرانيا يشجع الدب الروسي على استمرار الحرب والدمار، معتبرا أن عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو أمر غير مسبوق وسخيف. وأضاف، نقدر حلفاءنا وأمننا المشترك، لكن أوكرانيا تستحق الاحترام أيضا، متجاهلا رفض الحلف المتكرر لقبول بلاده تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا. فما البديل إذن عن عضوية الناتو يا ترى؟ تساؤل بات يشغل عقل زيلينسكي، هل كان الغرب يدعمه من أجل استمرار الحرب يا ترى؟ هل سيلقون بأوكرانيا طعما للدب الروسي؟ ليقرر الحلف إنشاء مجلس أوكرانيا الناتو الذي سيعقد اجتماعه الأول في فيلنيوس يوم 12 من يوليو في اليوم الثاني من قمة رؤساء دول وحكومات الحلف. وقال الحلف في بيان، سيعقد في 12 من يوليو من 1 حتى 3 اجتماع لمجلس أوكرانيا الناتو على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة السويد. وسيلقي الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ كلمة افتتاحية مفتوحة. إلا أن الرد الذي أثلج صدر زيلينسكي جاءه من صديقه وحليفه الوفي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حيث أعلن أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لدعم الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية. وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في فيلنيوس،
قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا. نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها. لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق. ليعلق الكرملين على التصريحات الفرنسية، حيث اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى قراراً خاطئاً محفوفاً بالعواقب على كييف. وقال بيسكوف للصحفيين إن قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد، مؤكداً أن القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة. ومع إعلان فرنسا تزويد كييف بالصواريخ بعيدة المدى، نظر مراقبون إلى أن فرنسا تعيد الكرة مرة أخرى، حيث لم يكد يهدأ العالم بعد قرار أمريكا تزويد كييف بالقنابل العنقودية لتعلن فرنسا عن هذا الإعلان الخطير. هذا وفي سياق متصل، حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية سيجبر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية. وقال شويغو: إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية كرد فعل، مشيرا إلى أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الأمريكية، فضلا عن أن مداها أوسع وأكثر تنوعا. وأكد وزير الدفاع الروسي أن بلاده مسلحة بذخائر عنقودية لجميع المناسبات، مشددا على أن روسيا امتنعت وتمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة إدراكا منها للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين. ومع احتدام الأوضاع وتوتر الأجواء وخروج روسيا من معاهدة نيو ستارت النووية، كشفت الولايات المتحدة عن استعدادها لإجراء محادثات مع روسيا بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيو ستارت. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي بوني جينكينز في إفادة صحفية: نحن مستعدون لإجراء مناقشات مع روسيا حول معاهدة نيو ستارت. وفي إطار سعي زيلنسكي للاستفادة من اجتماع قادة الناتو في القمة في ليتوانيا، وبعد الرفض القاطع لعضوية أوكرانيا حاليا بالناتو، أعلنت أوكرانيا عن إنشاء تحالف يضم 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات F-16 التي تطالب كييف بتسلمها لدعم هجومها المضاد. وكتب وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف على تويتر إن تحالفاً لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات F-16 قد تشكل. اليوم وقعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرةً.